السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم يوسف ودي قناتي اكلات سهلة وبسيطة. النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض، زي ما انتوا شايفين وصفة كده روعة. هنعمل مع بعض الكشري المصري بكل تكاته وحركاته، هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. اول حاجة نسمي بسم الله، وزي ما انتوا شايفين كده معايا على البوتاجاز طماطم. احنا هنعمل الطماطم الاول، والعدس بتاعنا هنبتدي نسلقه مع بعض. بنجيب الحلة بتاعتنا وبنحط لها مية ونضيف لها بقى العدس بجبة بتاعنا، والطماطم بتاعتنا بتتسبك بقى على البوتاجاز. حطت لها معلقة من الثوم المهروس كده وعايزاها تتسلق معانا على البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل البصل بتاعنا، هنحمره في الزيت. زي ما انتوا شايفين بدأت اقطع البصل بتاعي الى حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وبضيفه في الزيت. اول ما الزيت بتاعي بيسخن هبتدي انزل البصل بتاعي كده لحد ما يتكرمل معايا ويبقى تمام التمام كده. وبعد كده بنطفي النار عليه، وده الصلصة بتاعتنا اهي. هنفرمها في الكبة او الهاند بلندر او الخلاط زي ما تحبي. هي كده اتسلقت معانا، والعدس بتاعنا كده اتسلق معانا اهو. هنجيب حلة فاضية وبدي انزل بقى بالعدس بتاعنا كده، بصفيه الاول من المية. بدأت اضيف له معلقة من التوم المهروس واقلبه بالشكل ده، ونزلت عليهم بمعلقة من الكمون، وكمان هضيف عليهم معلقة من الكزبرة ورشة ملح بسيطة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كده في العدس بجبة بتاعنا. هنسيب بقى البصل بتاعنا على عين البوتاجاز لحد ما يكرمل معايا يبقى بالشكل ده. ونشوف الصلصة بتاعتنا بعد ما فرمناها في الخلاط، هي اتسلقت وضربناها في الخلاط او بالهاند بلندر. هسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك شوية على البوتاجاز، تاخد غلوتين كده، وهنطفي النار عليها. نجيب الطاسة بتاعتنا ننزل فيها معلقة من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل. بدأت احط فيه معلقة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة. بدأت اشوحهم مع بعض بالشكل ده. ونشوف الصلصة بتاعتنا اهي. هنضيف بقى على التومة بتاعتنا معلقة من الكزبرة وهنقلبهم بالشكل ده كده اهو. اول ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده هبتدي اطفي النار عليهم، وهنروح على الصلصة بتاعتنا وابتدي نضيف بقى معلقة من الكمون، وهضيف بقى التومة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع بعض، هضيفها على الطماطم زي ما انتوا شايفين اهو. واول ما تاخد غلوة كده هبتدي اضيف معلقة من الملح، او حابة تضيف مكعبين مرقة دجاج. انا بصراحة بعمل بمكعبات مرقة الدجاج، بتدي طعم حلو قوي. وهنطفي النار عليها كده، وهنروح بقى نسلق المكرونة مع بعض. هنجيب حلة على النار ونحط فيها شوية من المية، اول ما يغلو هبتدي اضيف بقى انواع المكرونة اللي احنا هنعمل بيها المكرونة دي بتاع الكشري المصري زي ما انتوا شايفين. واول ما تغلي كده بنضيف لها معلقة الملح، وضيفين لها كمان معلقة من الزيت. وهبتدي اقلب بالشكل ده لحد ما المكرونة بتاعتنا تتسلق معانا، وده الزيت بتاعنا اهو بدأت اضيفه. المكرونة بتاعتنا اتسلقت معانا اهي، بقت تمام التمام. هنطفي بقى على المكرونة ونروح على البوتاجاز، هنعمل بقى الدقة بتاعت الكشري زي بتاع المحلات بالظبط. هنضيف بقى كوباية من المية، ضفت عليهم معلقة من التوم ومعلقة من الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض، وبدأت اسيبهم لحد ما يغلوا شوية كده، وضفت لهم معلقة ملح، واسيبهم يغلوا مع بعض. وكمان هضيف عليهم عصير ليمونة زي ما انتوا شايفين، ومعلقة الخل بتاعتنا. نقلب كل الكلام ده مع بعضه وهنسيبهم يغلوا كده. وده الرز بتاعنا اهو، طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز بشعرية، فعشان الفيديو بتاعي ما يطولش عليكم تعالوا نعمل بقى الشطة بتاعت الزيت بتاع المحلات. هنروح للطاسة بتاعتنا ونضيف فيها معلقة كبيرة من الزيت، وضفت عليها معلقة كبيرة من الشطة، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة. بدأت اشوح الشطة مع الزيت كده، وبعدين ضفت عليها الصلصة بتاعتنا. هنجيب حلة بقى مع بعض على البوتاجاز ونضيف فيها معلقة من الزيت، ونقلب المكرونة بتاعتنا بمعلقة من الزيت كده عشان تفلفل معانا كده، وتبقى زي بتاع المحلات بالظبط. الكشري بتاعنا ان شاء الله لو عملتيه بالطريقة دي هيعجبك.
وبنقدمه بالشكل ده كده. ده الكشري بتاعنا بعد ما خلص، شايفين؟ بصوا الجمال، حاجة كده مش مكلفة وبإذن الله هتعجبك بصراحة، طعمه حلو قوي زي المحلات بالظبط، وهيعجبك ويعجب أولادك لو عملتيه بالطريقة دي. يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلي إشعار بكل جديد أنا بعمله على قناتي. مستنيين الفيديوهات الجاية بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.